لما العمليه اتسعت معاه وقعوا فابتدى يحطوا تصنيفات للانتجريتد اعتبارا من ما يطلق عليه سمول سكيل انتجريشن ميديم سكيل انتجريشن لارج سكيل انتجريشن والموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه فيري لارج سكيل انتجريشن. كل مصنع من المصانع حط لنفسه قاعده علشان خاطر يصنف الانتجريتد سيركت اللي هو بيصنعها ويختار لها حاجه من هذا الاختيار. فما هتلاقيش ستاندرد، ما هتلاقيش مقاييس عالميه تقول لك ده يعني ايه وده يعني ايه وده يعني ايه وده يعني ايه. انما لما تكون انت تخصصت في انتاج منصب مصنع واحد هتلاقي المصنع الواحد ده حط لنفسه قواعد خاصه بيه، بحيث انه لما ينتج حاجه يديها التصنيف الخاص بيها على هي مبدا استرشادي لدرجه التعقيد او درجه عدد الكومبوننتس اللي موجوده على سطح الانتجريتد سيركت. واحد المصانع وده اللي الكتاب كتب عنه، احد المصانع قال لك لما يبقى عدد الكومبوننتس اقل من 10 بنقول عليه سمول سكيل انتجريشن. واحد هيقول لي كومبوننت يعني ترانزستور ولا كومبوننت يعني مقاومه ولا كومبوننت يعني كاباستور، بنقول لك ممكن تبقى اي واحد من دول. عايز اوريك تسجيلات؟ نعم. بس الحقيقه مش فارق على الاستبيان من سنه ثانيه ومعاك الطلبه. هيجيب لك الدكتور الرابع.
ده انه ماشي معانا من السمول سكيل ميديم للارج بالكاد. قدرنا نعدل كلمه في ال اس ار، ولكن لان هناك اسباب انه البايبولر ترانزستور والريزستور والحاجات اللي درسناها قبل كده كل واحده من دول كانت بتتطلب ايزوليشن، ان انا اعمل منطقه عشان اعمل فيها ريفرس بايس جنكشن علشان تحقق الايزوليشن بين الكومبوننت اللي انت بصدد التعامل معاها وباقي الكومبوننت. ووجد احصائيا ان الايزوليشن كان بيحتل في الاريا اكبر من او يساوي 30% اوف تشيب. كانت اغراض الايزوليشن كانت بتهدر 30% من المساحة علشان تحقيق الايزوليشن. فده السبب ان البايبولر تكنولوجي ما قدرتش تتعمق جوه البي ال اس اي اللي لم تكن ما جاتلوش اساسا. مرة تانية جاتله او ما جاتلوش تعمقت او ما تعمقتش، المسألة اعتبارية، كلام بيخص مصنع معين وبيكلم بعض. لكن مفيش منطق يقول لك هاخد الشيب دي اللي اسمها ال اس اي في مصنع وهناك لما اروح لهم هناك قد يجوز انهم يقولوا دي زي في ال اس اي عندنا. معنى اللي احنا نقصده ان الايزوليشن اريا كانت بتستهلك درجه كبيره من المساحه، وبالتالي ما قدرناش نبني ال في ال اس اي خلالها باستخدام التكنولوجي دي. انما التكنولوجي اللي كانت اللي سمحت بان احنا نخش فيها عالم البي ال اس اي وما بعده كانت الموست تكنولوجي. موست تكنولوجي الثانية اسمها بي جي تي تكنولوجي اللي فاتت واللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده الموست تكنولوجي. موست تكنولوجي ايه اللي خلاها هي ما يبقاش في عليها قيود وما تبقاش محدوده وتصلح لما بعد ذلك؟ بنقول لك لان الموست ترانزستور ياخد صفه سيلف ايزوليتد. سيلف ايزوليتد الترانزستور لحاله معزول. كيف يتم ذلك؟ ادي السبستريت اهي، وبعدين السبستريت زي ما شفنا قبل كده في تايب. في الموست تكنولوجي ما بنحتاجش لبتاكشن. فالسبستريت اهي. واحد يقول لي انا عايز اعمل ترانزستور موس، اقول له الموس ترانزستور اعمل ان بلس هنا وان بلس هنا وحط لي فوق الحته اللي ان بتوين ديت اوكسايد وفوق الاوكسايد حط ميتال اهو، اصبح الترانزستور قدامي اهو ثلاث اطراف اهو جيت، واحد منهم ياخد اسم سورس والاخر ياخد الاسم الاخر. مره ثانيه وده مكسب كبير في الموس، انه ليس هناك فرق على الاطلاق في التصنيع بين ما يسمى سورس وما يسمى درين. كل المطلوب من اللي هيديني الحاجه يقول لي الجيت اهي، وانا هستخدم ده على انه درين ماشي، هستخدم ده على انه سورس ماشي. ها لقيتي؟ مفيش طاقه رابعه، يبقى خلصوا خلاص. معلش متشكرين قوي، متشكرين. يبقى انا عندي ترانزستور اهو. ازاي بيشتغل الترانزستور ده؟ اي واحد يفكر كده يقول لي لو جبت بطاريه بين السورس والدرين استحاله ان يبقى في تيار بينهم. ليه؟ لانك انت عندك ان بلس وبي في النص وان بلس، اذا في جنكشن وقفالك ريفيرس في اي محاوله تعملها. واحد يحط لي البطاريه الموجب هنا والسالب هنا، واحد تاني يحط لي العكس، ايا كان في ريفيرس بايس جنكشن واقفه في طريقك.
اما بين ده والبي تايب او بين ده والبي تايب، واحده منهم ريفرس والثانيه فورم، والاثنين بتوالي مع بعض. فالترانزستور غير مؤهل لتوصيل التيار في الوضع الحالي. امتى يبتدي يوصل التيار؟ مطلوب منك انك تيجي بين الجيت والسورس وتحط جهد بوزيتيف كافي لطرد الهولز بتاعت البي تايب من هنا. دول هم بعيدوا عن الحته دي. مش بس كده، الاقليات اللي هي الالكترونات هنا بتقول لهم بقى جمعوا لنا هنا اعملوا طبقه سطحيه ضعيفه جدا اهي. مجموعه من الالكترونات الشارده اللي كانت هنا وهو خل. جيت انا بمساعده الجهد الموجب اللي انا حطيته هنا اهو على الجيت اهو، قلت له الجهد اللي انا حاطه هيعمل لي مجال كهربي قوي خلال الاكسيد، وهذا الجهد الكهربي القوي نتيجة صغر تخانة الاكسيد هيجتذب الالكترونات لفوق ويطرد الهولز بعيد. اذا في هذا الموقف تحولت المنطقة ديت إلى شانل بين الان بلس وبين الان بمجموعة الكترونات واقفة على السطح كده عاملة سحابة فوقيها. ولما أنا أحط بطارية هنا بقى، لا انا لسه ما كملتش اصلا. اما احط بطاريه هنا الاقي ان ال N بلس جنبيها مجموعه الكترونات، هتبص تلاقي البوزيتيف بتاع البطاريه خلي الالكترونات ديت تتحرك كده ويدفع غيرها وتتحرك كده زي حبات السبحه بالظبط. انت اوجدت مجموعه من الالكترونات معلقه على السطح تحت الاكسيد تماما، وبتقول لهم انا بمساعدة البطارية دي هعمل منكم تيار كهربي. لسه ما خلصتش. اذا هذا التيار لا علاقة له بالبي تايب. وبالتالي ما تقوليش التيار الكهربي اللي هيمشي هنا هيبقى ليه علاقة بتيار كهربي اخر يمشي هنا، هيبقى ليه علاقه بتيار كهربي ثالث يمشي هنا، هيبقى ليه علاقه بتيار كهربي. الترانزستور اللي هينشا هنا هيعمل لنفسه تيار بالطريقه دي، واللي هينشا هنا هيعمل لنفسه تيار، كلهم سيلف ايزوليتد. بمعنى ان التيار الكهربي اللي هينشئه مثل هذا الترانزستور مالوش اي علاقه بالتيار الكهربي اللي هينشا في الترانزستور الاخر ايا كان، ولا الترانزستور الاخر ولا اللي جوه ولا اللي بره. وبالتالي كلمة سيلف ايزوليتد بتعني ان التيار في المنطقة المخصصة للترانزستور مفيش فرصة لتشعبه على المناطق المجاورة. فما انتش محتاج ايزوليشن. سيلف ايزوليتد، هقولها تاني. تكوين الترانزستور بالبساطة دي، منطقة ان بلس واخرى ان بلس، وفوق المنطقة اللي بينهم سيليكون دايوكسيد، وفوق السيليكون دايوكسيد ميتال. ده اللي خلانا نقول عليه ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور موس. ده اللي خلانا نديله الاسم موس. ولكن الترانزستور ده من قبل ما احط عليه بطاريات غير جاهز لتوصيل تيار. ليست هناك تشانل. المكان بتاع التشانل هو ده، ولكن ما فيهوش كاريرز علشان ينفذ اللي انت عايزه منه.